واش عرف عمي؟ السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. القصه ديال الفيلم ديالنا غادي تبدا مع خونا سميتو فلويد. وخونا هذا الخدمه ديالو تعطي له فلوس، واي واحد بغات يفركو لك راه غادي يفركو، وكاع ما كيزقل الهدف ديالو دبان على نيش عليها كيقتلها. فلويد غادي تجي واحد المهمه، والمهمه كانت خصو يقتل واحد الواحد في الجيش، وهاد الواحد هذا كتكون عليه واحد الحراسه مشدده. صاحبنا فلويد انفو غادي توصلو فلوس في بلاصه غادي يفرك صاحبنا هذا وما غاديش يعطلو. من بعد غادي يهرب من هاد البلاصه هادي، مورا غادي يمشي يلبس حويجاتو باش غادي يتلاقى مع بنته، وبنته كان كيشوفها مره حيت عايشه مع امها وكيخاف عليها بزاف. اللحظه اللي كان غادي هو وبنته باتمان غادي ينزل عليه وكان باغي يشدو. صاحبنا فلويد غادي يجبد السلاح ديالو باش غادي يتيري على باتمان، وبنته غادي توقف قدامه وما خلاتوش، ومع هو كيخاف على بنته غادي يهبط السلاح ديالو وباتمان غادي يشدو. غادي يمشيو لواحد المصحه نفسيه وغادي تبان هاد البنت هادي سميتها كوين، كانت شاده الجوكر وكتداويه ولكن غادي تكالا فيه. صاحبنا الجوكر من اللي عرف كوين تكالات فيه غادي يستغلها وغادي يطلب منها تجيب له السلاح. ملي جابت له السلاح غادي يبقى يتيري على هاد الامن اللي كاينين هنايا كاملين وغادي يفركهم. من بعد صاحبنا الجوكر غادي يشد كوين وغادي يبقى يضرب لها الضو في راسها باش هكا حتى يحزق لها الفريخ بحاله. من بعد ملي تعاملت معاه وعاوناته الجوكر غادي يهرب عليها وكان غادي بحالاته، وهي غادي تبعو بالموتور وقفت له قدام الطوموبيل ديالو وكانت باغا تهضر معاه. وقفاتو بقات كتهضر معاه، قالت له واخا هادشي كامل اللي درت معاك مشيتي وخليتيني. واحد الكاميو غادي يوقف ومولاه غادي ينزل وبقى كيعاود عليهم قال لهم لقيتو فين تحبوا غير في الشانطي، يلا حرك عليا الطوموبيل حيد عليا من هنا. كوين باش تثبت للجوكر باللي راه تاهي صافي هرب لها الفريق بحالو غادي تاخذ السلاح ديالو وتيرات على خونا وفركاته. الجوكر ملي شاف هذا البلان هذا قال له دابا بديتي تعجبيني، مازال لك حاجه وحده غادي ديرها المختبر ديالو، غادي تكون واحد البلاصه فيه واحد المواد سامه وقال لها غادي تصوتي هنايا. كوين حتى هي مساليه مع تكالات فيه ما غاديش تقول له لا وغادي تنقص في هذيك البلاصه هذيك. من بعد صافي صاحبنا الجوكر غادي يولي كيثق فيها بزاف، والمصايب اللي داروا كاملين غادي تكون معاه حتى هي فيهم. حتى صاحبنا الجوكر ولا كيسمع على الهضره ديالها بزاف. واحد النهار كانوا غاديين بالطوموبيل ديالها وكانوا غاديين مرتاحين حتى غادي ينقز عليهم صاحبنا باتمان. كوين بقات كتيري عليه بالسلاح ديالها، واحد شويه غادي يدير اوكسيدا وغادي يطيحوا في الماء. باتمان غادي يتبعهم وهبط الماء، غادي يلقى كوين سخفانه والجوكر غادي يكون هرب. شدها وداها غادي يمشيو لعند خونا هذا سميتو ديابلو. ديابلو قوي بزاف والجسد ديالو كيخرج منه العافيه. ديابلو كان كيستغل القوه ديالو كيشفر. واحد النهار مراته غادي تسقلو الخبر وما عجبهاش الحال ودارت فيه. مراته بقات كتهدد فيه قالت له غادي ندي الدراري وما غاديش يولي تشوفهم مره واحده اخرى. وصاحبنا ديابلو ملي كيتعصب ما كيقدرش يسيطر على راسو، المشكله هو غادي يشعل العافيه في ذاته غادي يحرق كلشي، يقتل ولادو ومراته حتى هي معاهم. صاحبنا ديابلو ملي غادي يستوعب وعرف راسو قتل مراته ولادو غادي يسلم راسو للبوليس. هاد المجرمين اللي تشدو كاملين غادي يديهم لواحد الحبس، وداك الحبس عليه واحد الحراسه غريبه بزاف، الدبانه ما تقدرش تخرج من تما. غادي يبان صاحبنا فلويد كان كيتريني في وسط الزنزانه ديالو، جا عنده واحد من الحراس جاب له الماكله وبقى كيطلعها عليه، قال له الا مشيتي لقيتي شي حاجه كحله في وسط الماكله، ما تعرفش هذاك راه غير كاكا ديال طوبات. فلويد غادي يتعصب عليه قال له كنوعدك الا خرجت من هنايا اول واحد غادي تهلا فيه هو انت. غادي يمشيو لعند البنت اللي سميتها كوين، وكانت كتعتقد باللي الجوكر غادي يجي لعندها لهنا وغادي ينقذها. كان كل يومين ولا ثلاث ايام كيجيو الامن ديال الحبس وكيبقاو يعذبوا فيها. غادي تبان هاد المراه هادي وسميتها اماندا، وهادي مسؤوله كبيره في الدوله. هضرت مع الرئيس ديال الجيش قلت له واحد اليومين وقعت واحد الكارثه كبيره، عليا راني جمعتكم دابا لهنايا باش نهضروا في هذا الموضوع هذا. الرئيس ديال الجيش غادي يقول لها مالك شنو واقع؟ قالت له كانت واحد البنت سميتها كارلا، وهاد البنت هادي علمت اثار، كانت في واحد الغابه وكتكتشف، واحد اللحظه غادي يبان لها واحد الكهف وهبطت تشوف شنو كاين فيه. قلت له ملي دخلت لهذاك الكهف غادي تلقى بزاف ديال الجماجم كاينين تما كاين، من بعد ملي دخلت تما غادي يبان لها واحد التمثال صغير، مشات وهرساته، ملي هرساته غادي تخرج لها واحد السحيره كبيره، والسحيره هادي كانت محبوسه في هاد التمثال 500 عام، وعندها حتى اخوها محبوس بحالها. المهم هو السحيره هذه غادي تدخل في الجسد ديال البنت اللي سميتها كارلا. الرئيس ديال الجيش قال لها صافي نجيبوا لها شراقي اللي يرقيها. اماندا قالت له ماشي هذا هو المشكل، هو السحيره هذه قويه بزاف وما كاينش شي واحد غادي يقدر يسيطر عليها. قالت له السحيره القلب ديالها كان مدفون في ذاك الكهف، ودابا حاليا القلب عندنا، اللي يقدر يسيطر على هذا القلب هذا غادي يقدر يسيطر على ذاك السحيره. الرئيس قال لها افترض ولا مشات ذاك السحيره عرفت بلي القلب راه كاين عندك وجات شفرته لك، اذا ما غاديش نقدروا نسيطروا عليها. اماندا قالت له هادشي علاش جمعتكم هنايا، وغدا غادي نقول لكم شنو غادي نديروا في المؤتمر. الغد اماندا غادي تكون دايره اجتماع وجمع المسؤولين ديال الدوله، وقالت لهم غادي كون واحد الفريق من داك المجرمين اللي شادين في الحبس باش غادي يحافظوا على المدينه. الرئيس قال لها اش كتخربقيش من المجرمين، اي فوا غادي تخرجيهم من الحبس كلهم غادي يهربوا. اماندا قالت له ما تخافش راني داير الحساب ديالي، كل واحد فيهم غادي ندير له قنبله في راسه، اي واحد غادي يفكر يهرب غادي نطرد له داك القنبله وغادي يموت. في هذا الاجتماع هذا غادي تكون البنت اللي سميتها كارلا اللي سيطرت عليها داك السحيره، حتى داك السحيره غادي تكون هنايا وما غادي تقدر دير حتى شي حاجه حيت القلب ديالها كان عند اماندا. من بعد كارلا غادي تمشي لذاك المعتقل وغادي تتلاقى مع المجرمين واحد بواحد باش تقنعهم على ذوك الخطه اللي باغا دير. وغادي يكون منهم خونا هذا اللي سميتو دافيد وكيلقبوه بالتمساح. صاحبنا دافيد درويش وما عندوش مع المشاكل، ولكن الناس كيخافوا منه على حساب المظهر ديالو. من بعد غادي يجيبوا ذوك المجرمين كاملين وغادي يبقاو يديروا لهم ذوك القنبلات في راسهم. في الجهه الاخرى غادي يبان صاحبنا الجوكر اللي كان طالع على الدم وكيفكر في شي طريقه كيفاش يدير ينقذ البنت اللي سميتها كوين. الجوكر غادي يكون خاطف رجل ديال باتمان باش يقولوا له ان بلاصه كاينه البنت كوين. غادي يمشيو لعند السحيره اللي غادي تخرج من كارلا وغادي تقلب على خوها اللي تا هو محبوس بحالها، وفعلا غادي تلقى داك التمثال اللي خوها محبوس فيه. غادي تطرد داك التمثال، ملي غادي تطرد داك التمثال واحد خونا غادي يكون واقف قدامها وخوها غادي تكون في الجسد ديالو. السحيره هضرت مع خوها قالت له خصنا نحاربوا البشر وندمروا هذا العالم كامل.
خوها من بعد غادي يهبط المحطة ديال المترو غادي يبدا يدمر في عباد الله باش القوة ديالو تزاد. أماندا ملي غادي تسيق الخبر شدت القلب ديال الساحرة وبدات كضرب فيه، والساحرة بدات كتموت ومشات عند خوها وقالت له اعتقني، وخوها غادي يعطيها شوية من القوة ديالو باش تبقى عايشة. من موراها الساحرة وخوها غادي يبداو يشدوا الناس المدنيين وغادي يحولوهم لوحوش باش يقدروا يسيطروا على المدينة. غادي يمشيو لعند المجرمين اللي غادي يكونوا يجمعوهم كاملين باش يمشيو يقاتلوا داك الساحرة وخوها، وغادي يكون القائد ديالهم مدخونا سميتو فيليب. فيليب قال لهم سمعوا نقول لكم، أي واحد غادي يفكر يهرب راكم عارفين بلي راه عنده قنبلة في راسه، راه في البلاصة غادي نطردوها له. أماندا غادي تهضر معاهم وقالت لهم في كاين هذيك الساحرة باش يمشيو يقتلوها هي وخوها. الجوكر غادي يقدر يحدد البلاصة في كاين البنت كوين من التليفون ديالها، صيفط لها ميساج قال لها ما تخافيش أنا جاي باش ننقدك. الفريق كامل غادي يركبوا في واحد الهليكوبتر وغادي يمشيو للمدينة في كاين الساحرة، وملي غادي يوصلوا تما كاين غادي يلقاو المدينة مدمرة كاملة. واحد من المجرمين بقى كيهضر مع صاحبه قال له راني شاك ما كاين لا قنبلة لا والو، راه دارونا هكا باش يكذبوا علينا ويخوفونا. غادي يضرب واحد من الجنود وغادي يتم هارب في البلاصة غادي يقنبلوا له راسه. فلويد مشى عند كوين بقى كيهضر معاه قال له عندي واحد الخطة غادي نقتلوا فيليب وغادي نهربوا كاملين. قال له بغيتي تقوليها ليكيب كاملين قوليها لهم، ولكني واحد بواحد بلا ما يسق فيليب الاخبار. كوين داكشي اللي غادي دير غادي شي تبقى تقولها لهم واحد بواحد. كوين والعصابة اللي معاه غادي يتفقوا بداو كيوجدوا راسهم باش يقتلوا فيليب ويهربوا. في اللحظة اللي غادي ينفذوا الخطة ديالهم داك الوحوش غادي يهجموا عليهم. في هذه اللحظة غادي تنوض واحد المعركة قوية ما بينهم وبين الوحوش. من بعد ملي غادي يقتلوا داك الوحوش كاملين، صاحبنا فلويد غادي يلاحظ بلي واحد من داك الوحوش كان ضارب واحد المكانه مزيانه، وداك المكانه كانت غاليه. بقى كيهضر مع فيليب، وفيليب قال له بلي هادو راه كانوا ناس عاديين، وداك الساحره ردتهم وحوش. قال له عاونتيني في هاد المهمه هادي راه غادي نقدر نعاونك باش تشوف بنتك. من بعد غادي يوصلوا داك البلاصه اللي قالت لهم اماندا، وملي غادي يدخلوا تما كاين غادي يلقاو اماندا جالسه كتسناهم. قالوا لها قلتي لنا الساحره كاينه هنايا، جينا لقينا كاين تيا واش كضحكي علينا؟ قالت لهم هذا راه غير واحد الاختبار درتو لكم باش نتاكد من الولاء ديالكم. غادي تعصبوا عليا؟ قالوا لها وشحال دراري صغارين كتلعبي معانا. اماندا قالت لهم دابا غادي يطلعوا السطح معيت واحد الهليكوبتر غادي تجي وغادي تديكم البلاصه في كاين الساحره. ملي غادي يطلعوا السطح غادي يتفاجئوا داك الهليكوبتر شي واحد كيتيري عليهم فيها، وغادي يبقى يتيري عليهم كاملين. ملي غادي يكون كيتيري عليهم هو صاحبنا الجوكر اختفى الهليكوبتر وبدا كيقتل فيهم. الجوكر كان جايب باش يعتق السطاطا ديالو كوين، وكان جايب مع واحد خونا وكان ضارب الحساب ديالو. هذاك خونا غادي يسكت القنبله اللي كاينه في الراس ديال كوين باش ما تطردكش. كوين غادي تمشي كتسبق وغادي تنقز عند صاحبنا الجوكر وغادي ينقذها. اماندا غادي تجبد داك الطابليت ديالها وبغات تقتل كوين. ملي بقات كتبرك في التصويره ديالها لقاتها ما خداماش. الجوكر ملي غادي تم غادي بحالاتو الجيش غادي يصيفط واحد الصاروخ لهاد الهليكوبتر هادي وغادي تفرع من القدام. الجوكر من بعد غادي يلوح السطاطا ديالو كوين واحد السطح. هذاك الهليكوبتر غادي يدمر قدام كوين. كوين غادي تصدم ملي غادي تعرف الجوكر نقذها ومات في بلاصتها. اماندا غادي تمشي عند المجرمين الاخرين وقالت لهم بلي كوين والجوكر ماتوا، واي واحد كيفكر غادي يهرب منها غادي يكون المصير ديالو بحالهم. من بعد اماندا غادي يطلع لواحد الهليكوبتر، وقبل ما تمشي قالت لهم راه غادي نصيفط لكم واحد الطياره غادي تجي تهزكم. ملي كانت غادي بحالها غادي تفاجئ بخو داك الساحر غادي يهجم عليها، غادي ياخذ القلب ديال اختو اللي كان عند اماندا، مشى عند اختو وعطاه لها، وغادي يخطف حتى اماندا داها معاه. الفرقه هنايا قرروا باش غادي يمشيو لعند الساحره وخوها وينقذوا اماندا ويقتلوهم بجوج. ملي كانوا غادي في الطريق غادي يتفاجئوا بكوين حتى هي غادي تمشي معاهم كتبازل عايشه. ملي كانوا غادي في الطريق في الويطه غادي يمشي يشوف داك الطياره اللي كانت راكبه فيها اماندا، وغادي يلقى واحد الملفات سريه ديال هاد الساحره هادي، وغادي يعرف بلي هاد الساحره قويه بزاف عليهم. فلويد غادي يمشي عند فيليب وتعصب عليه، قال له كيفاش نتوما دايرين نقتلوا هاد الساحره وقويه علينا بزاف، واش بغيتوها تقتلنا؟ خلاو صاحبنا فيليب واقف بلاصو بان لهم واحد البار ودخلوا يجلسوا باش يشوفوا شنو غادي يديروا. كوين ملي دخلت قالت لهم راني دايره العباسيه، واليوم غادي تشربوا على حساب شنو غادي تشربوا. صاحبنا التمساح قال لها شي كوبرا بارده، شربناها حنا الاولين وسقسيو علينا كاترين. من بعد غادي يدخل عليهم صاحبنا فيليب وقال لهم لا بغى شي واحد يمشي بحالاتو يمشي، انا ما غاديش نمشي وغادي نبقى مع هاد الساحره حتى غادي نقتلها، حيت هاد الساحره دخلت الجسد ديال مراتي كارلا وانا خصني نعتقها. فيليب غادي يجبد واحد البراوات وغادي يعطيهم صاحبنا فلويد، كانت كتصيفطهم له بنته ملي كان في الحبس. فلويد ملي شاف البراوات فرح وعرف بلي بنته مازال كتبغيه، وغادي قرر باش غادي يعاون صاحبنا فيليب. فهاد اللحظه خرجوا تما غاديين باش يقتلوا الساحره وخوها. ملي غادي يوصلوا لذاك البلاصه فيليب قال لهم بلي ما غاديش نقدروا نقتلوا هكاك، راه خصنا نديروا له القنابل. وغادي يصيفط وحده من الفريق ديالو باش يديروا القنابل في القوادز. فيليب قال لهم نص غادي يديروا القنابل ونص الاخر غادي يمشيو يقلبوا على الساحره واخته باش يحاولوا يجروهم للبلاصه في كاين القنابل. صاحبنا التمساح قال لهم عطوني القنابل انا غادي نتكلف. من بعد فلويد غادي يمشيو هو وصحابو غادي يشوفوا داك الساحره هي وخوها كانوا كيوجدوا واحد السلاح، هاد السلاح هذا غادي يقدر يدمر العالم كامل. هذيك الساحره عرفتهم بلي راهم كاينين هنايا وقالت لهم طلعوا راني شفتكم، بدات كتسحرهم كتوريهم داك الحياه اللي كانوا باغيين يعيشوا هما. صاحبنا فلويد بقات كتوريه بلي راه قتل باتمان وعايش مع بنته مزيان، بدات كتوري حتى الكوين بلي راه تزوجت هي والجوكر ولدت معاه، وحتى صاحبنا ديابلو غادي توريه بلي ولادو راه مازالين عايشين وعايش مع مراته مزيان، ولكن صاحبنا غادي يكون عارف بلي راه قتل ولادو وعارف بلي هاد الساحره هادي دارت لهم هكا باش تسيطر عليهم. غادي يفيق وغادي يفيق صحابو معاه وغادي يقول لهم بلي راه غير كتكذب عليكم. غادي يدخلوا عليهم وخو الساحره غادي يهجم عليهم وهما غادي يخافوا.
يخاف منه، ولكن صاحبنا ديابلو ما غاديش يخاف منه. مشى شدو بقى كيجروا للبلاصه فين كاينه قنبوله. ملي صاحبنا ديابلو غادي يوصلوا لديك البلاصه فين كاينه قنبوله، خونا الساحر غادي يشدو من عنقه وكان باغي يقتلو، وديابلو غادي يضحي براسو وقال لهم يلا طردوا ديك القنبوله. الساحره ملي خوها مات غادي تعصب، بدات كدمر الاقمار الصناعيه وبدات كدمر في العالم. من بعد قالت لهم عندكم اخر فرصه، يا تجيو معايا غادي نقتلكم حتى نتوما. كوين قالت لها انا غادي نولي معاك، بغيت نبقى عايشه. فلويد قال لها واش انتي هبيله هادي راه باغا تدمر العالم. ما تسوقاتلوش ومشات لعندها. كوين ملي غادي توصل عند الساحره، الساحره قالت لها بغيتي تكوني معايا خصك تركعي لي. كوين قالت لها هي اللي ما تعاودش، حنا تهزت واحد السيف وضربتها وحيدت لها القلب ديالها. من بعد ملي خدات القلب ديالها غادي تعطيه صاحبنا فيليب، وفيليب كان باغي يقتلها ولكن كان متردد حيت الساحره مازال ساكنه له في الجسد ديال مراته، وكان خايف لا تمشي مراته وتموت معاها. الساحره قالت له لا قتلتيني راه ما غاديش تولي تشوف مراتك مره واحده اخرى. صاحبنا فيليب غادي يضحي مراته وغادي يقتل داك الساحره. المفاجاه هو ملي غادي يقتلها مراته غادي تبقى عايشه. الفارق كان باغي يمشي بحالاته ولكن غادي يتفاجئ باماندا غادي تدخل عليهم. قالوا له واش انت مازال عايشه؟ قالت له اه مازال عايشه وما غاديش تمشيو بحالاتكم حتى غادي تكملوا داكشي اللي بقى لكم في الحبس. قالت لهم ملي غادي تكملوا المهمه اللي بقات لكم في الحبس غادي تمشيو بحالاتكم، وغادي نوفر لكم كلشي في الحبس محيط راكم عاونتونا. فيليب غادي يوفي بالوعد ديالو وغادي يدي صاحبنا فلويد باش يشوف بنته. من بعد غادي يديهم الحبس باش يكملوا المده ديالهم اللي بقات، غادي يكونوا مالين فيهم في الحبس. كوين غادي تكون واقفه كتصاوب قهوه ديالها، غادي يوقع واحد الهجوم في الحبس هذا، غادي يدخلوا شي وحدين مسلحين. واحد فيهم غادي يدخل عند البنت اللي سميتها كوين، غادي نعرفوا بلي هذا الجوكر مازال عايش. وهنا غادي يسلموا الخزل الفيلم ديالنا. نتمنى ما كنتش طولت عليكم، نتمنى يكون عجبكم الفيديو. تشوفوا فيديو جديد. الله، السلام عليكم.